شوفوا سرار واش قال للمحللين تاع البلاطوهات وجمعت مع باد امون كلمتين شافيين وافيين، واش رايكم يستاهلهم ولا لا؟ لا حافه ما نقدر صحفيهم مكون هو قرا عليها قرا عليها يتشرش لانفورماسيون يحب يجبد دي كيستيون كيما يقول لك شويه واعره يعني مي كاين بعض سيغتان كونسلتون سيغتان لازمهم يعرفوا لنا شنو كونسلتون قبل نهار يديروا لنا التعريف من هو المحلل تم نقدروا نهضروا مع الناس في الحلول في الاستوديو التحليلي تعرف قيمته وتعرف الصورة هذيك وش ماذا تقصد؟ تقصد أن هناك محللين ضد جمال بالماضي يدخلوا الاستوديو باش يضربوا جمال بالماضي هذا وش تقصد؟ لا احنا نجيو للبلاطو في بعض الأحيان ولا عندنا واحد العقلية كلي ولينا مراهقين كل واحد بلي نعرف أنا اللي نعرف لا جيستيون والآخر هو اللي يعرف الفوتبول والآخر هو اللي بروبر والآخرين هذوك كل مافيا دخلنا في واحد السيستم هكذا تدخل واحد البز وتستنى على بالكم لو كان جات الناس تحشم ولا غير يحشموا يستقيلوا كامل ويروحوا على بالك تبه هدايا اللي راهم يدوا فيه من عند الناس كامل اي واحد يعطيهم بالكف ليسونسيال شنو نقول لكم ما تنساوش الاشتراك في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم من عندنا كل جديد.